كنا بنتكلم على الافترنون كراش او انخفاض مستوى الطاقه في نص اليوم. بيحصل لنا كده ساعات احيانا شات داون، او ناس مننا بيحصل لها شات داون. اسبابها ايه؟ اتكلمنا الحقيقه في الاسباب الداخليه وهي الساعه البيولوجيه قبل الفاصل مع اخصائي الصحه النفسيه مي صالح اللي منورانا النهارده في الاستوديو. بنكمل معاها وبنرحب بيكي من جديد يا مي. قبل الفاصل اتكلمنا على الاسباب الداخليه وشرحتي انها الساعه البيولوجيه، قلتي ان في بقى كمان اسباب خارجيه. تمام، ايه بقى الاسباب الخارجيه؟ طيب، اول حاجه النظام الغذائي بتاعي واكلي. انا دايما بقول للكلاينتس ان احنا مهم قوي يا جماعه ان احنا نفطر الصبح، علشان لما نفطر فعلا بيبقى عندنا طاقه طول اليوم وبنقدر نركز شغل الاجهزه. بس بالظبط، بس المهم نفطر ايه بقى؟ فما بيجوا يقولوا لي ما انت قلتي نفطر، بنتجمع بقى في الشغل او بنتجمع مع اصحابنا او نخرج ونيجي الساعه 11 ناكل 3 4 سندوتشات فول وطعميه. حاجات بتبقى تقيله جدا، بتنجان بطاطس، ونحلي بقى بحاجه. فطبعا اللي بيحصل ان احنا نسبه السكر في الدم بتعلى جامد جدا، وبتيجي بعديها بساعتين تنخفض جامد قوي، فنبدا فعلا نحس ان احنا مش قادرين نركز ودايخين. دي حاجه. طب ايه الصح؟ بس بعد اذنك يا مي، الصح تمام، الصح اني اكل صحي واكل كميات قليله على فترات. يعني هصحى افطر، خليني اقول لك على النظام. اصحى يعني انا مثلا فور اكزامبل انا بصحى 6 الصبح، ممكن تلاقيني مثلا قبل ما انزل الساعه 8 هفطر، هاكل بيضه مسلوقه، وممكن اكل مثلا عيش بلدي حته صغيره او كل واحد حسب. عيش بلدي؟ يعني ممكن ربع رغيف عيش بلد، يعني نقدر نقول او بعد فليكس مثلا. أوكي. او كورن فليكس، يعني نقدر نقول بعد الصحيان بساعه او اتنين نكون فطرانين. بالظبط. اوكي تمام، دي حاجه. طب هل بقى هنفضل سايبين جسمنا كل ده لغايه ميعاد الغدا؟ اكيد لا، هيحصل لي هبوط. بنيجي بقى بالظبط، حتى الناس اللي بتروح الشغل بقول لهم خدوا معاكم لوز بيساعد على التركيز. بالظبط، هناخد معانا فاكهه، هناخد معانا مقطعين مثلا خيار جزر الحاجات دي كلها. نرجع بقى بيتنا نتغدى. في الغدا يعني انا ببقى شايفه ان احنا جسمنا بيحتاج برضو نشويات، بس بالكميات المعقوله، لان النشويات هي نسبه سكر كتير قوي في جسمنا، فبتعلي السكر مره واحده وبتيجي بعد كده نسبه السكر تنخفض، ففعلا نبدا نبقى مش عارفين نركز ويجي لنا هبوط والحاجات دي كلها. ساعتها نتغدى، وممكن بقى ناكل اخر وجبه مثلا الساعه 7. اخر حاجه الساعه 7. بس قبل بروتين، بروتين في الغدا وبروتين في العشاء. يعني انا بصراحه انا بحب البيض المسلوق. تمام، وباكل بيضه واحده. الظهر بقى انت مش شرط تاكل كميه لحمه وفراخ كتير، يعني قطع. ممكن اكل بالظبط، ممكن اكل قطعه حته صغيره او حاجه، ونشويات وسلطه كتير قوي وخضار كتير. تمام. طيب، فاحنا عندنا اول حاجه او اول عامل هو النظام الغذائي الاكل. اوكي، تاني حاجه تمام مواعيد النوم. انا بنام امتى وبصحى امتى وبنام قد ايه؟ 8 ساعات. ونحاول نخلي ميعاد النوم بتاعنا ثابت، يعني لما نم 11 بالليل اصحى 7 الصبح، لما نم 12 اصحى 8. لكن انا الناس اللي بتطول قوي دلوقتي كمان. بالظبط بالظبط. فنظام نومنا عامل ازاي؟ طب فعشان كده بقول لك الناس اللي ما بتنامش كويس بتبقى عرضه ان هي تبقى في الشغل بيجي لها انجري ايشوز، بتتعصب بسرعه، نسبه الستريس بتاعتها بتعلى، وما بيعرفوش يركزوا، وفعلا بيجوا على الساعه 1 2 مش قادرين يركزوا ونشاطهم قليل جدا. طيب مي، اتفضلي. تمام، عندنا بقى برضو. اوكي، احنا لسه في الاسباب. يعني دي الاسباب الخارجيه. احنا قلنا الاكل دي هيدروم والميه، ونوم وميه. اوكي، نسبه قعدي على الكمبيوتر لو انا بشتغل قد ايه؟ لو انا قاعد على الكمبيوتر من 8 ل 4 محتاج اني اقوم. يعني في تكنيك اسمه بومودورو تكنيك، عشان الدوره الدمويه. بالظبط، بيقول لي ان لو هقعد 50 دقيقه محتاج اقوم 10 دقائق، اقعد 25 دقيقه اقوم 5 دقائق. تمام، في اسباب تانية ولا كده خلصناهم؟ الستريس، لو انا مضغوط نفسيا، لو انا عندي انكزايتي. والله تمام، لو انا من النوع اللي انا بقلق كتير قوي، بيجي لي انكزايتي كتير جدا، دي حاجه ممكن تاثر عليا وتخلي